الحديدة، المدينة الغائب عنها الحد الأدنى من مقومات الدولة، إلا من سطوة الميليشيا وجرائمها. خلال شهر مارس فقط شهدت 138 حالة انتهاك حسب تقرير أصدره تحالف رصد. 6 من أبناء المحافظة قتلوا على يد الميليشيا، و70 مختطفا ضمن حملة عنف مستمرة لأكثر من عام تشنها على المحافظة وأبنائها، خصوصا الناشطين والإعلاميين. يسيطر الحوثيون على الحديدة منذ أكتوبر 2014، فميناؤها وموقعها الاستراتيجي بالنسبة للملاحة أو حتى للعاصمة صنعاء جعلهم يحددونها هدفا ذا أولوية. لطالما كان يتم التعامل مع الحديدة كمدينة هامشية، وهو ما جعلها تفتقر لأبسط الخدمات وتعيش فصول معاناة فاقمتها سيطرة الحوثيين على المدينة. تحظر الأمراض والأوبئة في المحافظة التي ما تكاد تتخلص من إحداها إلا ويعود آخر، وتتكرر المأساة وكأن العذاب هو ما كتب على سكانها. الحديدة حظيرة تهامة وسلة اليمن الغذائية، ستعيش هذا الصيف بمعزل عن الكهرباء، وهو ما يشكل هاجساً مؤرقاً لسكانها ويزيد من متاعبهم.